بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان والوفد المرافق له في الرياض، بحث عددا من ملفات الشراكة بين البلدين. وأكد مدبولي تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع اقتراب انتهاء بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة وواسعة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.